البرنامج برعاية الخبير المالية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث المملكة، معي أنا راشد الفوزان، ونبدأ بالعناوين. إنشاء أول مدينة غير ربحية بالمملكة، إطلاق البورصة العقارية في السعودية. والآن مع أهم الأخبار لهذه الحلقة. نزاهة تباشر 16 قضية فساد وتضبط بعض مرتكبيها بالجرم المشهود. طبعا نزاهة مستمرة في إعلان كل حالات الضبط لحالات الفساد بين فترة وأخرى، وبالتالي هذا تأكيد على تصريحات سمو ولي العهد سابقا بمحاربة الفساد أينما كان. وزارة الاستثمار تطلق خدمة تأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة بثلاث خطوات. وزارة الاستثمار طبعا تقوم بخطوات مستمرة في تسهيل الأعمال للمستثمرين سواء في الداخل أو في الخارج، والآن تتم للمستثمرين من الخارج بثلاث خطوات لتسهيل الاستثمار. الإحصاء، ارتفاع التضخم السنوي بنسبة تقارب 1% لشهر أكتوبر من العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من عام 20، باعتبار تكلفة ارتفاع التضخم في على مستوى العالم، وأيضا ارتفاع تكلفة السلاسل الإمداد على مستوى العالم. استمرارية التضخم في العالم لا زالت مستمرة وإن كانت بالنسبة للمملكة أقل من مثيلاتها. ارتفاع أسعار الجملة بما يقارب 12% خلال أكتوبر الماضي، نفس الأسباب اللي هي ارتفاع سلاسل الإمدادات في الاستيراد خاصة، وبالتالي هذا كله تأثير جدا في الأسعار مع استمرار التضخم العالمي الذي يساهم مساهمة فعالة في ارتفاع الأسعار. أطلقت السعودية مدينة أكساجون في نيوم، وهي مدينة صناعية والتي تتميز بأنها تلبي احتياجات المستثمرين، وهي مدينة تتبنى مبدأ الاقتصاد الدائري لتكون بمثابة قبلة اقتصادية تتجه نحوها الصناعات المتقدمة، كما تنشئ نظاما متكاملا للطاقة النظيفة، وللمزيد بالتقرير التالي. مدينة صناعية لكنها ليست كغيرها، إنها مدينة أكساجون التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وستكون المدينة خطوة جديدة ضمن مخطط منطقة نيوم، وتستهدف أن تكون نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية. وتقع أكساجون جنوب غرب نيوم، وتتركز بيئتها الحضرية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية، والذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية. تعتبر أكساجون أحدث وبين أكبر المدن الصناعية في العالم، والتي تتميز بكونها تعتمد على الطاقة الهيدروجينية، وأيضا تتميز بأنها أكبر مركز أبحاث وابتكار وتطوير في العالم، وأيضا أكبر منصة لوجستية عائمة في العالم، وهي مدينة متخصصة بجذب الاستثمارات التقنية، فهي ستكون إضافة للصناعة والتقنية في المملكة، خاصة أنها تعتمد على الانترنت الأشياء والذكاء الصناعي. يساعد التصميم الثماني للمدينة على الحد من أي تأثيرات على البيئة، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية، كما تشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم، وتعد مركزا لتطوير نيوم للاقتصاد الأزرق، وكذلك منطقة تعمل لجذب الاستثمارات التقنية. كل هذا سيدعم الصناعة في المملكة ويوفر بيئة جديدة تتوافق مع توجه المملكة للتصدير. سابقا كان القطاع الصناعي غير مجدي ربحيا، وكانت مصانع الصين والهند وغيرها أكثر ربحية من المصانع اللي هنا في السعودية. حاليا الموضوع تغير بعد الدعم الصناعي الكبير من وزارة الصناعة من سيدي سمو ولي العهد، وإنشاء هيئة المحتوى المحلي والدعم الكبير للمحتوى المحلي، أظن الموضوع والمعادلة اختلفت تماما. وستكون المدينة الصناعية أكساجون مركزا للصناعات النظيفة والمتقدمة، حيث سيكون صافي الانبعاثات صفرا عبر الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، وستصبح نقطة محورية لقادة الصناعة الراغبين بإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل. عطل الشمري، سي ام بي سي عربية، الرياض.
وعن موضوع إطلاق سمو ولي عهد مشروع مدينة محمد بن سلمان غير ربحية والتي ستكون أول مدينة في العالم غير ربحية، أستضيف في هذه الحلقة الدكتور سعيد العمودي، وهو الأكاديمي المختص والمهتم في الابتكار والمدن الإبداعية. مرحبا فيك دكتور سعيد. يا هلا وسهلا أستاذ راشد. ودي أول شيء تعطيني كذا نبذة عن وش المقصود بالمدينة، أو خلنا نقول الغير ربحية اللي ظهرت بشكل طبعا زي ما أعلنها سمو ولي العهد، إيش الفكرة حقتها وإيش تفاصيلها؟ طبعا هذا يعني سمو ولي العهد يفاجئ العالم دوما بالكونسبت المهم جدا لأي مدينة. المدينة التي تريد أن تكون جذابة لفئات محددة من الأفراد تختار مفهوم خاص لها، وبالتالي يكون هذا المفهوم يسيطر على كل مناحي الحياة داخل هذه المدينة، في جذب الاستثمارات، في جذب المهتمين، في أن يكون أسلوب الحياة داخل هذه المدينة يوفر جودة الحياة الملائمة لهذه النوعية من الناس الذين يريدون هذا الغرض الأساسي من هذه المدينة. على نموذج المدينة الأمير محمد غير ربحية، هذا تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم. في مدن إعلامية، في مدن اقتصادية، في مدن متنوعة رياضية، ولكن أن تأتي مدينة تهتم بمفهوم جديد واللي هو مفهوم يهم القطاع الثالث والقطاعات الغير ربحية، أعتقد أن هذه من المبادرات المبتكرة على مستوى العالم. الفكرة الأساسية أن يكون هذا المكان هو عبارة عن هب لكل الأشخاص الذين لديهم اهتمام بالأوقاف، الاهتمام بالأمور الغير ربحية، حتى يكون تجمع لهم، وبالتالي يكون هناك تدريب، يكون هناك مناسبات، مؤتمرات، مدارس كما ذكر الإعلان عن هذه المدينة. الجميل جدا أن هناك 40% من مساحة المدينة ستكون خضراء، فهذا معناه أن يكون هذه المدينة مستدامة محققة لكل ما يتوقع الناس من جودة حياة مرتبطة أيضا إلكترونيا وتقنيا بكافة العالم. دكتور سعيد، هل تعتبر هذه المدينة الآن ستصبح نموذجا لبقية دول العالم، باعتبار أن العالم أصبح بحاجة لهذا النموذج من هذه المدن، خاصة الآن التوجه العالمي صار في مسألة الاهتمام بالمناخ وعملية جودة الحياة وهذه التفاصيل، يعني هل ستعتبر نموذج ينطلق منه العالم؟ بالتأكيد أستاذ راشد أن النموذج هذا سيكون فعلا هي موديل ورول موديل لكل العالم، بأنه هذه المدينة في وادي حنيفة في بيئة طبيعية، ستستثمر هذه البيئة الطبيعية حتى تكون مناسبة للعيش وللاستثمار، وكل الناس اللي مهتمين بكونسبت أو مفهوم الغير ربحي سيأتون لهذا المكان وتنشأ المشاريع وأيضا المناسبات المختلفة. فأعتقد أنه سيكون فعلا بيئة جاذبة، وهذا هو اللي يميز المدن الإبداعية، أن تكون جذابة للكريتيف كلاس اللي هم الطبقة المبدعة في تخصص محدد. فبالتالي سيكون هذا المكان عبارة عن نقطة جذب اقتصادية وجذب لرأس المال البشري وجذب للمناسبات وللابتكارات أيضا في كل في المجال غير ربحي. يعني أنا أجزم تماما أنه سيكون في نمو كبير جدا في القطاع الغير ربحي بتواجد هذه المدينة، لأنه كل شيء سيكون متواجد في هذا المكان على نسق وادي سيليكون فالي في أمريكا، أنه صار هب لكل الشركات التقنية التي تهتم بالإبداع والابتكار وتأسيس وشركات أيضا ريادية. أنا أجزم تماما أنه في ذهن ولي العهد هذا النموذج اللي في مدينة الأمير محمد بن سلمان للغير ربحية. هل يعتبر هذا النموذج الآن المدينة يعني خلينا نقول الغير ربحية الآن ستعتبر نموذج لبقية دول العالم، بالتالي أصبح العالم بحاجة لهذا النموذج من هذه المدن في كل دول العالم، وليست هي مسألة أنه هي تكون مدينة لمجرد أنها نموذج، بل أصبحت شيء أساس؟ بالتأكيد المدن القديمة أستاذ راشد مثقلة بكثير من التفاصيل، مثقلة ب
طرق مزدحمة مثقلة أيضا بخطط قديمة لم تستطع المدن أن تتجاوزها إلى الحداثة وإلى القدرة على أن تكون مرتبطة بالعالم. فعندما تنشأ مدينة من الصفر لهدف محدد سيكون العالم كله يبحث عن هذه المدينة. أن المستثمرين كما ذكرت كل المهتمين سيأتون لهذا المكان حتى يتمركزوا فيه ويبدأ الإشعاع لكل مكان في العالم. وهو جزء مفهوم طيب دكتور سيد. رائع تفضل. طيب دكتور سعيد، هل ستعتبر هذه المدينة يعني نموذج للشباب ورواد الأعمال، يعني حينعكس على خلنا نقول الأثر بالنسبة لهم والتأثير عليهم مباشرة في هذا النوع من المدن الغير ربحية، دورها يعني بالريادة الأعمال وتأهيل كوادر المستقبل في المملكة؟ بالتأكيد، كما قرأنا جميعا وسمعنا أنه هذه المدينة ستركز على التدريب، ستركز على نقل النماذج الناجحة والمميزة حول العالم بحيث أنها تكون ملهمة لشباب المملكة المهتمين بالقطاع غير الربحي. وعندنا يعني قطاعات متعددة في التعليم، في أيضا الدعم لرواد الأعمال، كلها تركز أنها مؤسسات مانحة لديها أوقاف وتركز على الأعمال غير الربحية، وأيضا شركات محاماة متعددة. كل هذه المنظومة ستركز على التطوير، وكما ذكر الخبر أنه سيركز أيضا على أن تكون ممتزجة مع التقنية. شكرا لك دكتور سعيد الأكاديمي المختص في الابتكار والمدن الإبداعية، شكرا لك. شكرا لك. فاصل قصير نتابع بعده الجزء الثاني من الحلقة، وفيها المملكة تسعى لأن تكون منصة لوجستية عالمية في المنطقة. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. مرحبا بكم من جديد. تسعى المملكة لأن تكون منصة لوجستية عالمية في المنطقة، معتمدة على موقعها المتوسط في قلب العالم، وكذلك الانضمام للاتفاقيات التي تسهل النقل البري والبحري. للمزيد في التقرير التالي. موقع جغرافي متوسط بين قارات العالم جعل السعودية أحد أهم البلدان في المنطقة التي تمر بها التجارة العالمية، وهو ما يجعلها تمتلك علاقات تجارية واسعة إقليميا ودوليا، حيث يقدر حجم التجارة الخارجية للمملكة بنحو 735 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام. وتسعى رؤية 2030 لأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية منضمة لاتفاقيات التجارة الدولية، ومنها نظام النقل البري الدولي، وهو نظام عبور وضمان دولي مطبق حاليا في كثير من الدول. اتفاقية تير هي اتفاقية دولية منضم لها 77 دولة في الوقت الحالي من الدول الكبرى، والاتفاقية هذه تحت منظمة عالمية، والاتحاد الدولي للنقل الطرقي هو المسؤول عن الاتفاقية هذه. الاتفاقية طبعا مميزاتها وضماناتها قوية جدا، بحيث أنه الاتحاد الدولي للنقل الطرقي يضمن كل بطاقة تير بمئة ألف يورو، والضامن المحلي حسب الاتفاق معه يضمن 10 ملايين ريال. فهذه الضمانات عطت الاتفاقية قبول من قبل التجار أو الناقلين، لأنه العمل بها يضمن رسوم الجمركية والضرائب والقيمة المضافة والغرامات والعقوبات اللي تتم على المخالفات. ويساعد نظام النقل الدولي التير في توفير الوقت بحدود 80% وتسهيل عبور التجارة السعودية مع الدول المجاورة بما يتناسب مع المعايير الدولية. نظام النقل البري الدولي للعبور أو ما يعرف بالTAR هو نظام عالمي، هدفه الأول تيسير التجارة الدولية وتسهيل عبور الشاحنات عبر الحدود. النظام مطبق حاليا في المملكة العربية السعودية منذ العام 2020، وخلال أقل من سنتين حاليا تم تحقيق إنجازات فاقت حدود المتوقع
اليوم الشاحنات تعبر المعابر الحدودية بوقت قياسي، تم توفير إذا نحكي على صعيد دول الخليج والمنطقة، هناك توفير في وقت العبور للشاحنات بحد يصل إلى 85%. نظام التير هو نظام ضامن لكل شحنة تحت نظام التير في مرحلة العبور، وهذه من مميزات التير، وكذلك استخدام مسار المشغل الاقتصادي. ولدى المملكة عدد من المستهدفات في قطاع النقل واللوجستيات، منها زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10%، والوصول إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، واستكمال الجسر البري بين شرق المملكة وغربها بطول 1300 كيلومتر. وفي إطلاق البورصة العقارية نتحدث عن تفاصيل هذه البورصة التي أطلقتها وزارة العدل، وأستضيف في هذه الحلقة المهندس أحمد السلمان وهو مشرف الثروة العقارية في وزارة العدل. مرحبا فيك مهندس أحمد. حياك الله أستاذ راشد وحيا الله أستاذ المشاهدين. تبي الصراحة وزارة العدل يمكن هي صارت الحين أسرع من القطاع الخاص بدون مجاملة، والحين جبتوا أنتم البورصة العقارية، زين؟ عطنا نبذة، البورصة العقارية هل هي بورصة يعني بيع وشراء زي البورصة الأسهم زي بورصات اللي هالعالم نشوفها ولا شيء مختلف؟ في الحقيقة طبعا البورصة العقارية كاسم يعني قد يكون يعني نادر يعني على مستوى العالمي بالشكل اللي احنا طرحناه في وزارة العدل. أنا بعطي يعني تخيل أو فرصة يعني ما هي البورصة العقارية. البورصة العقارية هي امتداد للتحول الرقمي في وزارة العدل لتسجيل الملكية العقارية اللي يتم الآن في كتابة العدل. اللي هو تسجيل عيني؟ لا، تسجيل الملكية العقارية اللي هو مثلا إفراغ عقاري، رهن عقاري، فرز وتجزئة، هذه يسمى تسجيل الملكية العقارية. فهي امتداد لهذا التحول. لو عطينا يعني تصور تقليدي نبي نقول هي كتابة عدل افتراضية كبرى تخدم المستفيدين في جميع أنحاء المملكة. هذا البورصة. طيب وش فيها مميزات؟ تميز السهول. قل لي الشكل، هي شاشة كذا الشكل الموجود. طبعا هي مجموعه من الخدمات يعني اولها طبعا العرض الحي للصفقات، معلومات تاريخيه لحظيه طبعا حيه ولحظيه، وايضا معلومات تاريخيه وايضا معلومات لحظيه ايضا عن الاكثر تداولا للاحياء والمدن، لكن ايضا فيها خدمات مهمه للناس يعني في الاستخدام. اول خدمه هي خدمه التداول العقاري. وشو خدمة التداول العقاري؟ هو البيع والشراء، الهبة، التنازل، المنح، الورث، الوقف أيضا يعتبر تداول. نعم، من ضمنها يعني. من ضمن هذه تعتبر كلها تداول عقار. الثاني الرهن العقاري، خدمة الرهن العقاري. وش يشمل أيضا؟ رهن العقار، فكه، بيع عقار مرهون، شراء عقار مع رهن. كانكم زي تداول تقريبا في التشابه منها بشكل كبير. واخر خدمه طبعا مهمه يمكن تهم الناس هي فرزه دمج وفرز الصكوك العقاريه. اوكي، طيب هل وش علاقتكم مع التسجيل العيني؟ لحين تعرف صكوك الاولى طول وعرض وبجنب كذا شارع كذا الى اخره، صحيح، لكن ما يتضمن وش يتضمن هذا العقار بيصير واضح موجود في البورصه كذا؟ طبعا البورصه العقاريه الان هذه في بداياتها. هناك مشروع مشترك بين وزاره العدل وبين وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، وهذا مشروع مهم جدا وجوهري يسمى الهويه العقاريه. هذا الهدف منه اعطاء رقم مميز لكل عقار على مستوى المملكه. طبعا اعطاء رقم مميز يكفي، ماذا يعني؟ يعني انك انت تعرف العقار بتفاصيله، يشبه هذا يعني يشبه الهويه الان الوطنيه للمواطنين، وايضا يشبه رقم هيكل السياره، لانه حيكون رقم مميز. هذا الرقم المميز تلحق فيه كل المواصفات بما فيها الاحداثيات العقار. زي الباركود بخانات مثل 16 خانه تقريبا. حتعطيك مواصفات كاملة، يعني أيضا حترتبط به الرخص والفسوحات، ترتبط به الخدمات، كل شيء يرتبط طيب بهذا الهوية العقارية. بتكون أسعار يومية وتداول يومي ومؤشر فيه وكل شيء؟ الآن الموجود هو أسعار العقارات كما هي على مستوى الأحياء وعلى مستوى الصفقات تظهر بشكل حي، لكن نتوقع أن يكون فيه عمق أكبر في المستقبل بحيث أنه يتم
ايضا وضع مؤشرات مثلا لكل نوع من انواع العقارات مثلا سكني تجاري وهذا على كل مستوى المملكه كلها. الان احنا بادين على مستوى المملكه وليس على مستوى جغرافي معين. طيب من اللي قيم الاسعار هذه، العرض والطلب؟ احنا نقول اول شيء العقار مختلف عن تداول الاسهم يعني بشكل كبير، هو ابطا. نتوقع يفترض ان يسبق عمليه التداول عمليه مشوره وتقييم سواء من البائع او المشتري. لا نتوقع ابدا ان ياتي احد، بالذات ليس في الاراضي البيضاء ممكن ان يحصل ان يشتري شخص من الشاشه، لكن لما نتكلم عن عقار سكني او عقار كمقر او حتى عقار زراعي لابد ان يشخص الشخص او يستعين باصحاب الخبره والمشوره لتقييم هذا العقار سواء لبيعه او حتى شرائه. طيب البيع والشراء هذا انتم لكم علاقه فيه ولا بس منظم انتم؟ ما تاخذون فيز؟ حاليا لا يوجد اي رسوم، هو لان هي امتداد للخدمه المقدمه بكتابه العدل، الخدمه الان تقدم مجانا. الخدمه الان تقدم مجانا لكن هذا قد يتغير حسب الظروف لاستدامه هذه المنصه مستقبلا. طيب هل البورصه الحين هذه تمثل السوق حقيقه ولا لا زال فيه يعني ما نقول كل شيء معروض ترى؟ المعروض الان يمثل طبعا في المنظور القريب يمثل تقريبا 30%، لان عشان يعرض العقار لابد يكون صك الكتروني مكتمل المتطلبات. حقيقه مجموع الصكوك الموجوده على المملكه الان تقريبا الكترونيه 30%، 70% الان نشتغل عليها بالرقمنه العقاريه وبتحديث الصكوك، وان شاء الله تكتمل. طبعا هذه العمليه تاخذ وقت طويل لان الصكوك الورقيه تحتاج وقت لاثباتها والعمل عليها، فهذا الان ايضا نتوقع انه ياخذ وقت عشان تكتمل نقول الادراج في البورصه، يعني كل صك الكتروني قابل للتداول سوف يدرج اليا في البورصه. هل بيكون مستقبلا انه ما حد يبيع او يشتري الا من خلال البورصه ولا في اهداف ثانيه؟ الهدف الان في المنظور القريب ايضا هو ان تسمح البورصه بجميع انواع التداولات بحيث لا يصبح حاجه للذهاب لا لكتابه العدل ولا الموثق. يعني احنا عمليه البيع والشراء نصل انا مكتبي ولا من جوالي ولا باي مكان عادي؟ الان البيع والشراء طبعا طرح هو من مارس العام الماضي عن طريق الافراغ العقاري الالكتروني. تمت ما يقارب اكثر من 7 مليار عمليه او يعني 7 مليار ريال ولا عمليه؟ لا ريال. العمليات يمكن 40 او 50 الف عمليه. اوكي. طيب هل النمو الحين في البورصه هذه سريع ولا شوي توي؟ عشان انت قلت لي ما بعد بديتوا انتم تجريب. والله شوف المرحله التجريبيه الناس الان تتعرف عليها، الان احنا نستقبل يعني الملاحظات والاقتراحات من الافراد ومن الجهات، وبشكل مستمر نحاول ان احنا ندرج هذه التعديلات سواء الان ولا مستقبلا على البورصه العقاريه. طيب سؤالي الاخير قبل ما اختم، متى نشوف البورصه خلينا نقول اكتملت كل اضلاعها او اكتملت ونضجت وتقول هذه هي البورصه العقاريه؟ والله البورصه طبعا تحتاج وقت، اول شيء ادراج الصكوك، لابد ان الصكوك تصير محدثه ورقميه بحيث انها تدرج في البورصه. الموضوع الثاني وهو المهم يعني واللي نتوقعه هو تفعيل الهوية العقارية على مستوى يعني عام في المملكة العربية السعودية، لأن تفعيل الهوية العقارية هو المفتاح الرئيسي لنجاح البورصة في يعني مستقبلا، لأنها تعطي وصف دقيق للعقار وبالتالي اتخاذ القرار يكون أسهل سواء للبائع أو للمشتري. شكرا لك مهندس أحمد السلمان مشرف الثروة العقارية في وزارة العدل، شكرا لك. حياكم الله، أهلا وسهلا. والآن نتناول أهم ما تم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي. البنك المركزي يعلن رسميا اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة. هذا يعني أنه سيكون هناك سيارات أو خلنا نقول يعني عملية جديدة كغطاء تأميني من خلال البنك المركزي لسيارات ذاتية القيادة. أول تأدية للاختبارات حضوريا بعد توقف بسبب كورونا. طبعا بدأت الاختبارات الدراسية في المملكة للمرحلة المتوسطة والثانوية، وبالتالي كان هذا أول حضور منذ بداية أزمة كورونا، بما يعكس حالة التعافي والحالة الاحترازات الجيدة والعالية في المملكة. إسناد الرقابة والتفتيش بالبلديات للقطاع الخاص، سيكون هناك دور أيضا للقطاع الخاص في عملية المراقبة والمتابعة في القطاع الخاص للمنشآت والمحلات التجارية، بما يكون هناك نوع من نوع أنواع التخصيص لهذا القطاع. حذف عضو من جروب واتساب يكلف المشرف السجن والغرامة. طبعا هذا تم تناوله كثيرا من خلال هذا الأسبوع، لكن تم نفي هذا الخبر بأنه غير صحيح.
لكن كان يعتبر أكثر الأخبار زخما في هذا الأسبوع، وإن تم نفيه من كثير من المحامين. وصلنا إلى نهاية الحلقة من حديث المملكة، معي أنا راشد فوزان، والمزيد من المتابعة من خلال موقع المحطة CNBC عربية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام وفيسبوك. مع السلامة. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية.